القصاص. ماذا فعل عبد السلام العجيلي حتى تناقلت ألسنة الجزيرة السورية ذكره في هذه الأغاني التراثية الرقية؟ ومن استجار بالعجيلي في الرقة حتى غدا منارة كل مستجير؟ إنها بدوية قد أنهكها مرض عضال، استجارت بطبيبها العجيلي ليخلصها من هموم المرض الذي علق بها، فهو الطبيب الذي اختاره القدر ليكون رسول رحمة لآلاف المرضى من أهل مدينة الرقة وبدو صحرائها المتناثرة. لم تكن تعلم تلك البدوية أن ما قالته سيصبح موروثا شعبيا بعد أن صرف معناه من الشكوى الطبية إلى الشكوى من لواعج الهوى ومضايقات الحب وقساوة الظروف، أو ربما من صدود المحبوبين عن المحبين. حتى رعاة الغنم في بادية الشام راحوا يغنون هذه الملية في البرية بعد أن دخلت كل خيمة وكل بيت طيني. غرب طاحونة عياش، حس النجر بالليلي، واني دخيل الدكتور عبد السلام عجيلي. حس النجر بالليلي يا سادة، أي سمعت صوت المهباج يدق القهوة في صمت الليل، والمرض قد أتعبني فاستجرت بطبيب العجيلي. أطلق العجيلي الحبل للحكاية ونثرها بملية فراتية عندما كان طالبا في السنة الرابعة في كلية الطب البشري بجامعة دمشق، وكان قد توظف في حبوب حوس بريف الرقة ليكمل دراسته، وانسجاما مع البيئة كتب حكاية ما وصل إليه. يقول: أكتب ودز بالورق للمركز الغربي، أشكي لكم يا ربع من تجرة الحب، من بعد درس العلم بالشام والطبي صرنا بمركز حوس كتاب ميرية، أي موظفا إداريا. ثم يتابع: صرنا بحوس وغرب بعد البساتيني، المأكول خبزة عرب ملقوق بالطيني، أي مغمص بالطين، وفراشنا شل تبن بعد البطاطيني، أي كيس خيش بعد أن كان بالطانيات، على الهرس السمر وتقول جرجية، أي على أقمشة بالية متسخة وتقول جرجية، أي وتقول صرنا خدم. ثم كيف لهذا الحكواتي السوري أن يوظف الأدب لخدمة العلوم الرياضية؟ يقول العجيلي في مقابلة تلفزيونية: كنت أول من انتهى من حل أسئلة امتحان الكيمياء، وكانت هناك مسألة تتناول تفاعل الحديد الصب الحديد المغناطيسي، فأحببت أن أصف الحل والناتج من الجرامات شعرا. يقول: إن اتحاد الصب بالبخاري يجري إذا أمر بالتيار، صب الحديد الصب، هيدروجين البخار يمضي هاربا ويصبح الأكسيد جسما راسبا، فكل ست تكمل التسعين من حجم غاز الماء قد تنبينا بذرة تكونت أكسيدا أحجارها تمغنط الحديدة، فليت شعري لتر غاز منطلق على ما ينبي عن حديد محترق، قد بان لي في آخر الحساب 3 جرامات في الجواب. وهذه نتركها لمحبي الفرع العلمي وعاشقي الكيمياء، ففرعي أدبي يا سادة، وأنا والكيمياء خطان متوازيان لا يمكن أبدا أن يلتقيا. 15 عاما مضى على رحيل الأديب عبد السلام العجيلي، أمهر الأطباء الجراحين وأكثرهم التصاقا ببيئة الرقة. العجيلي المولود في الرقة عام 1918، السياسي الذي خاض الانتخابات البرلمانية في 26 من عمره، وتنقل بين وزارات الدولة من الثقافة إلى الخارجية فالإعلام، البدوي الذي بقيت الصحراء فضاءه الفكري، المدني الذي انغمس في حياة العواصم وعرف أسرار مجتمعاتها ودخل بيوتها، القاص المحلي الغارق في تفاصيل المجتمع السوري بتنوع حضاراته وثقافته. أعجب بقباني فعينه موظفا في السفارة السورية في مدريد، مبررا بأن نزار شاعر وإسبانيا تحتاج إلى شاعر، فأنتج قباني أروع قصائده الأندلسية هناك، فيما رد قباني بأن العجيلي أروع وحضري عرفته البادية وأروع بدوي عرفته المدينة. لم يتخلى العجيلي رغم شهرته كاتبا وسياسيا عن مهنة الطب في عيادته في الرقة، يعالج أناسها الطيبين الذين حضروا بقوة في كتاباته، كما الرقة
بطيبها وزواريبها وبعوالمها المسحورة. يقول العجيلي واصفا مشهدا جرى في عيادته: رفعت رأسي عن جسد طفل مريض أعاينه لأرى رجلا شق الزحام إلي، فلما صار على مقربة مني رفع صوته منشدا بصوت عال هذه الملية الفراتية، يقول: الله خلق صاحب والله خلق لعدة، المرض له منتهى والموت له وعدة أي ميعاد. حكيم، مرضي عصب ولا عرج معدة؟ أي مرضي عصب أم هو عرق معدة؟ وكثيرا ما ينطق سكان الفرات ألقاب جيما. رايد هرج منك به منصحة لي، أي أريد منك يا حكيم كلاما فيه النصيحة لي. يقول العجيلي: من الطريف أن عرق المعدة هو مرض لا تعرفه عامة الأطباء، ولم يرد ذكره في مجلدات العلوم الطبية، ومع ذلك فهو داء مستشر في مناطق وادي الفرات والبادية، والتفسير الطبي له أنه توهم لا يحتاج لعلاج، غير أن كثرة المرضى الذين يعانون من هذا المرض أعيتني حتى أنكرت الطب الرسمي وتعاطفت مع المرضى، فليس منطقيا أن أظل متجاهلا آلام مئات المصابين. لامس العجيلي بأعماله واقع البسطاء، فكتب لهم بكل سهولة مستخدما معجما قريبا من القارئ العادي نسبة لتأثره بالبيئة البدوية. راو وحكواتي ذو قدرة باهرة على اجتذاب القارئ بحبكة مشوقة وفكاهة سردية، يجيد المزاح ويروي القصص ويفلسفها لتأتي على مزاجه، حتى أن الصحفي الكبير سعيد الجزائري كان يسميه الحكواتي، وكان لا يناديه إلا بهذا الاسم، وكان جليسه على مائدة الشراب، مع أنه لم يشرب قط ولم يدخن قط، بل كان مدمنا على شيء واحد فقط وهو المشي. يروي الصحفي عادل أبو شنب خلال حوار صحفي مع العجيلي أن جيب عسكرية، والسوريون يعرفون هذه الجيب، أن جيب عسكرية أخذت العجيلي من بيت حماه كما في عاميتنا السوري في حي الشعلان الدمشقي ليحضر جلسة شراب مع الزعيم الشيشكلي دامت إلى ما بعد منتصف الليل. أما أنتم يا سادة في الليل، استحضروا ملي الجزيرة السورية أو صوت مهباجها أو ربابتها على فنجان قهوة عربية مرة، فربما تستعيدون ذكرياتكم التي مزقتها تلك الأحداث الدامية.